السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم النهاردة بيوم جديد بطقم جديد من مول القبطان، زي ما عودناكم زي ما كل يوم بتستنونا بالطقم الجديد. جايب لكم النهاردة طقم الإيفيتا التركي. طقم الإيفيتا التركي جرانيت مكون من 21 قطعة. هنشوف التوزيع معاكم النهاردة. طقم ما يخلاش منه أي مطبخ لأنه كامل، وفرنا عليكي فيه، جبنا لك كذا حاجة، مش هتختاري إنك تشتري مقلاية لوحدها أو جريل، جبناه لك كله في طقم واحد. أول حاجة في الطقم النهاردة الحلة الكبيرة، وهي مقاس 28، طبعا جرانيت تركي جوز ايفيتا، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. ده المقاس الثاني بتاعها. احنا جايب لكم النهارده في طقم اربع حلل. ده الحله الثانيه مقاس 24، وعندنا الحلتين التانيين. الحله مقاسات صغيره، طبعا الطقم دوت الحله بتاعته مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، بتناسب العائلات الصغيره. ده المقاس الثالث مقاس 20، وده المقاس الصغير اصغر حاجه مقاس 18. طبعا بيناسب بقى هتعملي الطفلين، هتعملي حاجه صغيره انت عايزه تستخدميها، المقاس ده بيناسبنا في حاجات كتير جدا في المطبخ. وفرنا لكم النهارده في الطقم بتاعنا، وجبنا لكم الطاجن المستطيل بدل ما تشتريه لوحده، لا احنا بنقول لك احنا وفرنا عليك النهارده، جبنا لك مش طاجن واحد، احنا جايبين لك اثنين طاجن، واحد مدور وواحد مستطيل. طبعا غير ان هو 5 مللي، حاجه ثقيله جدا تستحمل معاكي. وجايبين لك المقلايه زي ما قلت لك، احنا جايين النهارده بنوفر عليكي الطقم الايفيتا التركي. ده الختم بتاعه. كمان جايبين لك الجريل. الجريل اللي هو اصلا يعني هتعملي فيه بقى برجر، هتعملي فيه اي حاجه، مطلع من النص بيطلع شكل الاكل حلو جدا. وطبعا زي ما قلنا لكم جرانيت مش بيلزق فيه الاكل، حاجه صحيه وحاجه شكل ومنظر، وكمان بيطلع الاكل شكل كويس جدا. يعني انت لما تستخدمي الجريل غير ما تستخدمي المقلايه. فاحنا بنقول لك وفرنا عليكي برضو في الطقم، جايبين لك الجريل والمقلايه مع بعض. وما نسيناش اللبانه، بدل ما هتشتري اللبانه بقى الومنيا او ستانلس، احنا جايبين لك برضو جرانيت زي الطقم بتاعنا. بنوفر عليكي زي ما قلت لك، جايبين لك حاجه كويسه، حاجه بتحافظ على الاكل صحيه جدا. وما نسيناش بقى طقم التوزيع البلاستيك علشان ما يجرحش الطقم بتاعنا. طبعا ما ينفعش تستخدمي المعدن لانه هيتجرح معاكي. احنا جايبين لك الطقم بتاعنا النهارده متكون من 6 قطع، وده الحامل بتاعهم، يبقى طقمنا كله النهارده 21 قطعة كامل من كله. زي ما قلت لك جبنا فيه اللبانة والجريل والمقلاية، وكمان طقم التوزيع عشان الطقم بتاعنا ما يبوظش ويستحمل معانا وقت طويل جدا ما نغيرهوش. مستنيينكم طبعا تقولوا لنا رأيكم في الكومنت تحت الفيديو، واعملوا شير للقناة ولايك علشان نقدر نوصل للعدد الأكبر، لأكبر عدد من الناس اللي حابة تستفيد معانا من الطقم دوت. العنوان هنا مول قبطان، شارع احمد بدوي ابو النمرس، منتظرينكم.